اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم برنامج لآلة الاتحاد، البرنامج الذي يحكي قصص نجاح رجال الاعمال والمستثمرين داخل دوله الامارات العربيه المتحده. الليله من قلب مليحه بالتحديد هنا من الشارقه من محلات العفق الملكي للتمور، قصه نجاح جديده، قصه الهام جديده، قصه ابتدات من قبل 3 سنوات هنا من مليحه. ننقل لكم تفاصيل هذه القصه في الحلقه القادمه من برنامجكم برنامج لآلة الاتحاد. إلا محب زايد أسسها واليوث وراها داروا على الدانات 7 أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أسسها واليوث وراها. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج لآلة الاتحاد، البرنامج الذي يحكي قصص نجاح رجال الأعمال والمستثمرين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. الليلة قصة نجاح جديدة، قصة إلهام جديدة، قصة ابتدأت من الصفر قبل 3 سنوات هنا من الشارقة وبالتحديد هنا من مليحة ومحلات العذق للتمور باستضافة الأستاذ محمد القايدي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. يا مرحبا، شرفتونا. بداية أستاذ محمد عرفنا عن نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحبكم في محل العتق الملكي التمور في منطقة مليحة. اسمي محمد القايدي، طبعا من منطقة خضيرة اللي قريبة من مليحة، وشغالين طال عمرك في البيع وتجارة التمور. تجارة التمور بشكل عام، هذا العالم الكبير، هذا العالم المميز. اليوم إذا أردت الحديث عن أولى خطواتك في هذا المجال، متى بدأت في افتتاح هذا المحل؟ بدأت طال عمرك قبل 3 سنوات. جميل. بدينا كخطوة أولى يعني في البداية هني، وما كان فيه إقبال، الإقبال كان ضعيف جدا في البداية، وشوي شوي مع الالتزام مع الصبر مشت الأمور. سبب اختيار سوق الجمعة بالتحديد حتى نوضح للسادة المشاهدين أين يقع هذا المحل المميز الرائع؟ اليوم مجموعة من المنتجات المميزة والرائعة في محل العذق الملكي للتمور، تضم يعني هذا المحل غير مخصص فقط للتمور، بل إنما هو مخصص أيضا للمعمول ومنتجات المشتقة من التمور. هذا العالم الكبير، هذا العالم المميز والرائع. ما هو سبب اختيار هذا الموقع؟ الموقع أمريكا البلدية الله يجزاهم خير فتحوا سوق شامل عبارة للجمهور أو المواطنين، يخدم المناطق المجاورة هنا كبداية يعني، ويكون يعني سوق شامل. جميل. وشعبي. جميل. والحمد لله مشت الأمور ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم محلات العذق الملكي للتمور تستورد العديد من التمور المحلية والتمور المستوردة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، حدثني أكثر عن هذا. نعم، اليوم عالم التمور عالم كبير. جميل. وإحنا عندنا والحمد لله يعني ما يقارب 43 مليون نخلة في الإمارات ما شاء الله تبارك الرحمن، وحوالي منهم 33 مليون في أبوظبي لوحدها. أبو ظبي فقط 33 مليون. مليون. نعم. والست إمارات الأخرى نحن نتحدث عن 10 مليون نخلة. 10 مليون. نعم. الحديث أكثر عن استيراد التمر المحلي وتمر دولة الإمارات العربية المتحدة، من أين يأتي بالضبط؟ حدثني أكثر عن هذا. طبعا التمر المحلي في أكثر
مصادر يعني من المزارعين المحليين. جميل. نعم، ف صار في اهتمام، صار في دعم من الحكومة للمزارعين، وبدأوا يسوقون تمورهم وبدأوا يهتمون في تمورهم في الآونة الأخيرة يعني. بشكل عام، إذا أردنا ذكر الأنواع المعروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتمور، ما هي أبرز هذه الأنواع؟ أبرز أنواع التمور في دولة الإمارات؟ والله الأنواع تقريبا توصل إلى حوالي 43 صنف من التمور. من التمور الأبرز في الإمارات والأبرز لدى محلات العذق الملكي للتمور. موجود طبعا الأنواع اللي هي الأبرز اللي هي بومعان، عندك اللولو، عندك الخلاص، عندك أشياء كثيرة يعني. أشياء كثيرة من التمور. قبل اللقاء أعزائي المشاهدين تذوقنا نوع مختلف من التمر، وهو التمر المحشي بالفستق، التمر المحشي باللوتس. هل هذه مخصصة أو الذي يقوم بعمل هذه التمور محلات العفق الملكي للتمور؟ أنتم من تقومون بحشو هذه التمور أم هي جاهزة وتباع للعملاء؟ لا طبعا هذا منتج نحن نسويه عندنا في البيت، نحاول نطور يعني التمور، نضيف لها إضافات حسب متطلبات المستهلك. يعني هذه الآن التمور التي سنراها في هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، التمور المحشية باللوتس، التمور المحشية بالفستق، التمور المحشية بجوز الهند، هذه كلها صنع محلات العذق الملكي للتمور. أعزائي المشاهدين، في هذا الفاصل سنشاهد بعض المنتجات الموجودة في محلات العذق الملكي للتمور، وأبرز هذه المنتجات التمور أو التمرية بالطحينية، سوف نراها في الفاصل القصير، ثم نعود إليكم لاستكمال لقائنا مع الأستاذ محمد القائدي. شو تقدمون انتم للعملاء؟ شو ابرز خدماتكم؟ احنا طال عمرك نضيف لها يعني نحاول نضيف قيمه لمنتجنا. يجي الزبون يشتري عندنا شيء له قيمه او نرفع من قيمته وجودته. بشكل عام التمور اليوم نحن نتكلم عن محل تمور، ارى بعض المنتجات الاخرى مثل القهوه، المعمول، الامور هذه، حدثني اكثر عن هذه الامور، ما هي ابرز هذه الامور الموجوده عندكم؟ هذه طال عمرك القهوة والمعاميل هاي مرتبطة بالتمور كلها يعني، فدائما ما يجي زبون يسأل عن هالأمور هذه يعني. مشتقات التمور. نعم. أستاذ محمد، تحدثنا قبل اللقاء عن أبرز الخدمات، عن التمور وعن أنواع التمور وعن استيراد التمور وتصدير التمور. اليوم إذا أردنا الحديث عن خطط محل العذق الملكي للتمور، ما هي خططكم المستقبلية؟ إن شاء الله أن عنده خطط توسع في أكثر من منطقة إن شاء الله بأمر الله بإذن الله تعالى. نرى محلات العذق الملكي للتمور قريبا في كافة مدن وإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب، إذا أردنا اليوم أستاذ محمد الخبرة المميزة في عالم التمور، في عالم التجارة، في عالم الاستثمار، إذا أردنا توجيه رسالة للشباب الذين يريدون دخول عالم رجال الأعمال، عالم الاستثمار، اليوم أستاذ محمد أنت تنصح الشباب أنه أنا أبقى في وظيفة حكومية والمكوث في المنزل وانتظار الراتب مثلاً أداوم 8 أو 6 أو 7 ساعات يومياً، أم تنصح الشباب أنه والله فوق دوامك أفتح مشروعك الخاص، انطلق ببزنسك الخاص؟ شو النصيحة اللي تقدمها اليوم للشباب الصاعد، الشباب اللي يعني زي ما يقول الخريجين، الشباب الحديثين في هذه الحياة، ما هي هذه النصيحة؟ ونظرك مباشرة إلى الكاميرا. طبعاً أحب أوجه لأخواني الشباب اللي بيدخلون في التجارة يعني لازم يكون هناك في شغف عند الشخص اللي بيدخل في التجارة. مش أنا أدخل التجارة بس عشان أربح، التجارة فيها خسارة، فيها ربح، فيها التزام، فيها أمانة، فيها بحث، فيها دراسة، ويعني تمر بأكثر من مرحلة. أول شيء يكون عندك الشغف، وبعدين تشوف الجمهور اللي بتستقطبهم، وتشوف التحديات الموجودة في السوق، تبحث عن هذه التحديات، تدرس، تعمل، ومن ثم تدخل إن شاء الله وتوكل على الله. الحديث لن ينتهي إذا أردنا الحديث عن دولة الإمارات العربية المتحدة وعن هذه الدولة المميزة والرائعة. إذا أردت توجيه رسالة لحكام وشيوخ وقادة وحكومات دولة الإمارات العربية المتحدة، فما هي الرسالة التي يوجهها الأستاذ محمد القائدي لشيوخ وحكام وقادة دولة الإمارات؟
جهود شيوخنا وحكومتنا الله يجزاهم خير والله يحفظهم ان شاء الله، جهود جباره وجهزوا لنا البيئه المناسبه للعمل والاجتهاد والالتزام. فنشكرهم شكر جزيل، وان شاء الله ان نكون عند حسن ظن حكومتنا، وان شاء الله ان الاخوان الشباب يعتمدون على انفسهم ويخفون الضغط شويه عن الحكومه، الحكومه عليها التزامات كثيره واولويات. فاتمنى ان الشباب انهم شويه يعتمدون على اعمارهم ويلتزمون ويستمرون، والله يوفق الجميع ان شاء الله. الله يوفق الجميع ان شاء الله. تشرفت بهذا اللقاء المميز والرائع استاذ محمد القايدي هنا من محلات العثق الملكي لتمور بالتحديد هنا من مليح ومن الشارقه، شكرا لك. الف شكر لكم ولوصولكم لنا هنا ومشكورين. أعزائي المشاهدين، يتجدد بكم اللقاء الأسبوع القادم في حلقة جديدة مع رجل أعمال جديد أو مستثمر جديد من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامجكم برنامج لآل الاتحاد. انتظرونا، دمتم في أمان الله.